تنور قبر المؤمن. يقل له بوصيك يا ريحانتي وبلغ الشيعة لا يتركون زيارة حسين رضيعة وعضيده اللي ما شرب ماء الشريعة. كني أشوف اللي يزورون ملاي. يعني كلهم راحوا إلى كربلاء، اختلت مآتمنا من الشيعة، عافوا الأوطان والأهل وطلقوا الدنيا ومضوا إلى لقاء الإمام الحسين. شقد يعشقونا. يقول كني أشوف الغاضرية تموج بالناس ما بين مشهد بو علي ومشهد العباس، يزورون قبر اللي اندفن جثة بلا راس. لو كان بيدي ما تركت زيارة حسن. بعد عندي أبيات وأسألكم الدعاء. انت لو بيدك تقعد هني وما تزوره، انت لو بيدك ما تروح الى كربلاء، بيتين بيتين اهديهم الى روح الفقيدة بلسان حالك انت يلا جالس بالمأتم، وامزج دموعك دموع الحزن مع دموع الاشتياق الى الامام الحسين. اليوم وفاة الامام الرضا، باب الحوائج عندنا الى طلب، كلنا نشترك به هذا الطلب، كل شيعي موجود في قلبه هذا الطلب. يا طلب عندكم، يا طلب عندكم عند الإمام الرضا عليه السلام. قسمنا عليك بالزهرة وضلعها وقزة المسمار، وقسمنا بطيحة المحسين وضربة حيدر الكرار. يا ابو محمد بهذا العام سجلنا مع الزوار، زوار الغريب حسين واللي الكربلة ماشي. والله الكربلة من بعيد نريد نروح عنايا، نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع مشاية، وكل من تجري دمعاته وبجف حامل الراية، ونقعد بالمضايف ريت ونبكي الرضا بكل حي. وإذا وصلتون إلى قبة الحسين شو تسوون؟ قال يمتى نروح للمنحر، ندخل والدمع هامئ، نطلع من ضريح حسين ونقصد حق أبو فاضل، نقل لي القمر بعدك بقت زينب بلا كاف، صار الشمر حاديها وبصوت والرمل متنت. تستاهل زينب، ننهي المجلس عليها، تستاهل أم المصيبة. هالليالي راجعة إلى كربلاء حاملة رؤوس الأحبة، كل شوية ترفع طرف المحمل وتطالع عن يمينها، الدورين من يا زينب؟ راحوا الأحبة بكربلاء، ما عندك أحد يا زينب. قالت يا محلى الأخيت لو عدها أخوان، يا محلى الاخت لو عدها اخوان تعيش مدللة وما يوم تنهى، دخرها والامل لو صارت احزان وانا اخواني جثث بالغاضرية. اي والله وانا اخواني جثث سامحوني على هذا البيت الأخير، العلماء الأفاضل سامحوني بعد على لسان زينب. خاطبت أبو فاضل مباشرة، قالت يا عباس العيد حرقة وبيوتي، يا عباس العيد